وياني يا لهوي، سلفتي جت لي والمطبخ عندي مقلوب، والمطبخ عمال يضرب يقلب عليا وعمال اتخبط، وانا خايفه افتح منها هتقول عليا ان انا جايفه بقى ومعفنه وكده. فانا ايه، هسيبها ملطوعه شويه على الباب كده لحد ما اخلص اللي ورايا. عماله ترن عليا بقى، ترن عليا ترن عليا، وانا مش هرد عليها بصراحه الا لما اخلص المطبخ، لان البت دي اصلا لو شافت المطبخ كده هتفضل تتكلم عليا. طلعت جري بقى يا جماعه على المطبخ، كان ورايا مواعين بالهبل، كان في مواعين كتير قوي 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 قوي. انا بقى ايه، طبعا ما ينفعش سفير تخش كده، انا مبين لها بقى ان انا نظيفه وفله وما فيش وما بسيبش كوبايه، وعددتها بقى نصايح لما تتجوزي لازم تعملي الشقه كل يوم، ما تسيبيش مواعين، لازم ما تسيبيش ولا كوبايه، عماله تضاف نصايح 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 نصايح. وهتيجي بقى تلاقي المطبخ عندي كده، هو المطبخ يا جماعه ما فيش فيه حاجه، هي كوبايات بس قليله قوي قوي بس. بقى ما ينفعش بقى ان هي تخش تلاقي المطبخ بتاعي كده بصراحه، تفضل تتكلم عليا بقى وايه، وتمشي تسيح له كده. فانا دخلت بسرعه بسرعه بقى ايه، بعمل المطبخ بقى، وفي شوية مواعين بقى هغسلهم كوبايات وكده، مكان سهرة امبارح بقى كنا سهرانين بقى، وانا وعبدالله طول ما احنا سهرانين بنقضيها شاي قهوة عصير كده. فانا يا جماعة بقى صحيت متأخر بسبب جوليا، فكان لازم كان لازم 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 ان انا ايه اخلص المطبخ بسرعة بسرعة، وكمان عشان ايه ما تتكلميش عليا. طبعا يا جماعة فكرة الفيديو دي فكرة مريم سلفيتي. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا في الفيديوهات دي بحبها جدا جدا جدا، بحب افضل اتفرج عليها بصراحه. فانا حاولت ان انا اجرب فيديو منها، فيا رب يكون الفيديو نجح، ويا رب الفيديو يعجبكم يا جماعه. دايما بحب اتفرج على فيديو سلفيتي اللي طبت عليا، حمي طبت عليا، الحاجات دي كلها بتقعد تضحكني قوي قوي. وفي ناس كده يا جماعه على اكتر الفيديوهات دي بتبقى على الفيسبوك، بصراحه يا جماعه بحب اتفرج عليها قوي، وبلاقي الريتش بتاعها حلو قوي، لان هي فعلا بتبقى حلوه يعني، فاهمين انتوا، بتخلينا ايه اللي هو ايه يا جماعه اللي هو ايه، بنتفرج على الفيديو ومنحسش بالوقت. فايه حبيت اجربها انا ومريم، ومنها ايه فكره فيديو جديده وكده. لو انتوا عاجبكم فكره الفيديوهات مع مريم اكتبولي في الكومنت عشان نعمل مع بعض فيديوهات كتيره قوي. ويا جماعه هتعملوه ازاي؟ قبل ما تناموا لازم نغسل المواعين عشان لما سلفتك الحربايه تجيلك ما يبقاش في الموقف ده. فانا بقى يا جماعه كنت عماله اغسل الكوبايات بقى، ودي كنت عامله فيها عصير وكده. وطبعا انا والله متعوده على طول ان انا قبل ما انام اعمل المطبخ، بس اليوم ده بصراحه ما كنتش قادره خالص، وكانت جوليا تعباني قوي قوي، فحبيت ان انا ايه اللي هو نمت بقى وصحيت تاني يوم بقى ايه، عملت المواعين بقى وكده، وخلصت المطبخ بقى، والحمام بتاعي كان مقلوب. طبعا يا جماعه الحمام لازم يوميا 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 يغسل، وكنت بقى بغسل الحمام كمان وكده. وبس كده عايزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم ان الفيديو هو فكره بس، انما انا ومريم ما حدش فينا حربي وما حدش فينا مش بيحب التاني، بس احنا عجبنا الفكره قوي، فاكتبوا لمريم بقى. بس يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، انا ومريم اتفقنا ان انتوا اكتبوا مين فينا الحربوقه، انا ولا مريم، وهي قاعده جنبي اهي، واكتبوا لنا مين فينا الحربوقه، انا ولا مريم. ايه اكتبوا يا جماعة مين الحربوقة، أنا ولا مريم، بس قولوا الصراحة. وأنا قلت لها أي حد يكتب كومنت هسيبه ومش همسح أي كومنتات، وقولوا بقى بصوا كل واحد سيبه كده يكتب لنا شخصية التاني إيه، فسروا لنا أنتوا شخصيات بعض وكده. وهي فكرة الفيديو يا جماعة حلوة أوي بصراحة، وعايزة أقول لكم إن أنا كل شوية أتفرج على الفيديو وأقعد أضحك، لأن عجبني الفكرة أوي. يا رب هو كمان يعجبكم الحربوقة جنبي. يا سلمى على الناس، الحربوقة سلمى، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه، وحشتوني كمان ماما، كلمة ماما، ازيكم يا حبيبي عاملة ايه، وحشتوني، وتبقى عاملة ايديها كده ماما. يا جماعة أي حد يجيب الكاميرا عليها، ازيكم يا حبيبي عاملة ايه، وحشتوني. هو لازم اقول ايه، اتفضلي يا مريم معاكي المايك. ازيك يا حبيبي، ازيك، وحشتوني. خلاص سلمت عليهم، قولي حاجة تانية بقى. بصي يا جماعة، أنا عايزة هستنى كومنتاتكم وتشوفهم ايه، أنا أحب أوي كومنتاتكم. ايه معناها يعني مثلا ايه، اما يكتبوا مثلا حاجه مثلا حلوه، لا احنا قلنا لهم يكتبوا مين فينا الحربو، او ما يكتبوا اللي انت، لا انت لا انت لا انت. خلاص بصوا يا جماعه، انا هستنى يا جماعه، احنا هنستنى رايكم انتم عشان ما نشكلش مع بعض. انا كنت خلصت قبل ما الحربو تدخل المطبخ. ماشي ماما، شايفين يا جماعه كنت خلصت المطبخ بقى قبل ما الحربو تيجي، عامله اي حاجه كده زي ما انتم شايفين، عشان عماله تخبط خلاص. ايه تخبط انا تخبط. دخلت اصلا كل المطبخ مواعين بجد. خلصت ايه؟ هنا بقى يا جماعة دخلت اغسل الحمام بسرعة 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 قبل ما الحرب وقت تدخل الحمام. حكي هنا بقى يا جماعة ايه اللي هو ايه؟ الناس. بنغسل بسرعة بقى ايه الحوض والحمام وكده عشان الحرب وقفلنا. وبقى لو يا جماعة لو شافت حاجة متوسخة هتمشي تتكلم عليا بقى، وتروح تقول لحماتي وتقول سلفتي التانية وسلفتي الرابعة، وانا اصلا ما عنديش سلفتي. هما بيقولوا كده.
ايوه وهتمشي تسيح لي بقى في ايه. فانا حبيت اللي هو طبعا هروح اقول برضه ايه عند اخت جوزك وتروح تقول بقى ايه وتروح تقول لاخو جوزي بقى ويمشي يتكلموا عليا بقى في البلد ويسيح البلد. هركب عربيه وبعدين همشي ايه امسكي المايك يا جماعه ندى جايبه زي ما في مطبخ كان في اغنيه يا جماعه حد نسيب انا مسكت الفيديو على فكره. يلا بقى يا جماعه كنت بغسل الحمام بقى تحسوا ان انا كنت رايقه كده. أيوة. انا بحب يا جماعه روق شقتي بروقان بس في حربيه واقفه على الباب تخبط تخبط تخبط. محتاجه بس عشان الناس. انا يا جماعه بحترمها يا جماعه عشان عبد الله موجود. ما كانش عبد الله موجود. انا بحترمك عشان يحيى موجود. احنا يا جماعه احنا الاثنين محترمين نفسنا عشان عبد الله ويحيى. تعالى نفهم مقلب. اسمعوا كده اسمعوا الفيديو خلاص. ماما اصلا مش هيتفرجوا علينا. بس يا جماعه هو فيديو مقلب في نفس الوقت. بصوا احنا هنعمل مقلب ايه؟ هنقول في الفيديو. لا لا شايفه انا بقى يا جماعه كنت بغسل البانيو وكده. طبعا يا جماعه لازم الحمام يتغسل يوميا حتى لو تغسليه بس كده من على الوش مش غسيل غسيل بس طبعا عشان الميكروبات والحاجات دي. هو في الكلام ده الميكروبات المهم انت اديتي مني يا جماعه فكره عايزه اقول لكم ان مريم عايزه دكتور تخاطب. كل ما تيجي تتكلم مع خطيبها بتقول له ايه؟ قال له ايه؟ مع يحيى لا على فكره كده برضو لما بتلبخ او اتكلم مع حد مثلا مش اخد عليه بتلبخ. لا لا وبس كده يا جماعه بقى كنت بخلص النهارده وعايز اشوف كومنتاتكم. ما تستعجليش على الكومنتات انا تشيتي ما تشيتي. لا انا عارفه الناس بتحبني. خبط 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 ما سمعتش الباقي. مفيش كوبايه مش نظيفه. انت مالك انت في كوبايه ونضيف ولا مفيش كوبايه نضيف؟ مش عايزه افتح. يا رب مالك سلفتي الحربوقه يا جماعه. يا جماعه انا سلفتي الحربوقه. طيب بصوا اقول لكم حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات شوفوا مين فين الحربوقه. انا طلعت الحربوقه خلاص تمام اكيد انا الحربوقه مش انت. بس انا برضه عايزه افهم شفت تفتحي ليه؟ استنى اعملها تاني. يلا قولي. بس انا برضو كنت عايزه اعرف انت كنت بتفتح ليه؟ ايه الحركه دي حلوه عملتها؟ انت ما كنتش بتفتح ليه؟ وافتح ليه؟ انا كنت والله كنت جاي اشوف جولي حبيبت قوي كنت بتسال عني مش انتي. حربوه يا جماعه. انا عايزه افهم حاجه اغسل الكوبايات ولا ما اغسلش الكوبايات؟ انت مالك؟ رساله كل سلفه الا سلفتها. انت مالك ومال سلفتك مش انت؟ هم اللي هيحكموا مين فين الحربايه. لنا مين فين الحرب؟ بنتي بتعيط. امي سكتي بنتي. انا مراتي الكبير وقاعده. انا هقوم اسكت جولي عشان هي حبيبه قلبي. عشان خاطر بس انت بتقولي ايه لبنتي؟ لو اقول لك ده لو انا بنت عندك احلى من امي في الدنيا. ايه لو ايه الحقيقه؟ ده انت عندك اعظم ام في الدنيا. انت امي؟ شيلي امي برفق، شيلي راح اقول شيلي امي، شيلي بنتي برفق. يا حربوقه يا حربوقه مرات عمك شايلك وبتهزك بالجامد عشان تعرف ان مرات عمك حربوقه. لا والله يا جماعه مريم طيبه قوي. شايفين يا جماعه قولوا مين يا جماعه الحربوقه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات مين فينا الحربوقه انا ولا مريم؟ شوفوا البصه. انت كنت بتعملي ازاي اول الفيديو؟ مش عارف. ده مين اللي بيعمل كده؟ يا بنتي شفت حرفت واحده كانت وش جولي كده على الفيس. ازاي؟ قلت لها مالك يا اختي؟ يا اختي لقي لي سلفتها؟ لا مش لسلفتها بينها الواحدة باين في الشارع مش عارف بس انا حبيت ان انا اعمل كده معاكي. ايه ده نعم مالك مالك حسيت ان الموضوع هيبقى حلو قوي.